بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، نستقبل غدا إن شاء الله أول أيام عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. لقد عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز، وفي طمأنينة المواطن أمام الوفرة والتحكم في الأسعار، حيث أصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة التي كان رهينا لها للسنوات في مثل هذا الشهر. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، وإذ نحمد الله على هذا الاستقرار، فإنني أجدد شكري للتجار الخيرين الرحماء وممثليهم وكل فاعلين والشركاء الاقتصاديين على كل ما بذلوه في ميدان وقوفهم فيه إلى جانب المواطن، وفي أجمل صورة التكاتف والتضامن مع المواطنين المتأصلين في عمق المجتمع الجزائري. وأجدد لكم ولجاليتنا في الخارج تهاني الخالصة لعيد الفطر المبارك، دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. عيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.